تغيرت مجاري الأنهر، تغيرت الجبال، ما بقى عندنا جبال، فإذا اتجاه الرياح تغير، تغيرت المجاري المياه الجوفية بسبب الاهتزازات وبسبب التفجيرات، تغير التوازنات البيولوجية، تغيرت الموائل الطبيعية. إذا بتحرق فيول نظيف ما بيطلع مواد سامة حسب مسؤولية الشركة للبيئة. نهر الجوز في عليه معمل للكهرباء لشركة هولسيم، تاني نبع جرادي، نبع جرادي نبع كتير قوي، بينبع بالبحر 5 ملايين متر مكعب باليوم، بقلب البحر 7 كيلو من الشاطئ. مشكلتنا بالمي أكثر شيء وقت اللي بيضخوها على الفيتروكوك، وقت اللي بيحمى مشان تيرطبوا، هالمي دغري بتنزل منه بالوادي وبتروح على البحر، بتشوفي كعب البحر كله أسود، السمك انقتل بهالمنطقة هي اللي موجودة فيه. البتروكوك إذا بتنزلي بتشوفيهم عم بيمرقوا على الطريق على الرمل، عم بيلموا شقف البتروكوك اللي زيتتها البحر، لأنه لما عم بتجي البواخر عم تفضي البتروكوك هونيك عم ينزل بالماء. اللي بدي أقول لك إياه إنه خالفوا مقدمة الدستور، وهي أهم شيء، لأن مقدمة الدستور بتحكي عن صحة الإنسان وسلامة البيئة. الخلل البيئي مين بيحط لي انا اللي بيروح بتروح المياه الجوفيه تبعي بتقول ما بعود لاقيها، كيف هيدي مين بيحصل لي نمجي بالمي تاعتيش انا نسبه قديش عم بدفع مصاري بالمستشفيات انا تحكم الناس اللي معها سرطان، خليني ادفع على العيال اللي عم تشتغل بالشركه وتسكر الشركه خلاص. يعني بعدين مضروري الطمع زايد في قوانين بيئيه منصوص عليها خلينا نحترمها. بفتكر انه اذا وقفنا اليوم نلوث بيئتنا بدنا يمكن 10 سنين أو 20 سنة حتى تنضف من الوسخ اللي وسخناه، وكلنا أولادنا عايشين هون وكلنا بدنا يهون يتوظفوا، بدنا مصانع وبدنا مصانع نظيفة، قاعدين كلنا فرد بناية أو فرد شخطورة، الشخطورة عم تحترق أو عم تغرق وما حدا حتى عم بيفكر يطفي الحريقة.